شوط طول كان انه تقريبا لحد دقيقه 60 65 بعدها سيطر فريق القوه جوه تقريبا الحمد لله وشكر على كل حال دوري طويل اتمنى التوفيق ان شاء الله لفريقنا في قادم مباراه ان شاء الله. اكيد 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 خاصه يعني منتصف الشوط الاول صارت امطار غزيره بس الحمد لله وشكر على كل حال. اعتز انه لعبت بي وشرف الي بس انا حاليا لاعب نادي الشرطه وكل ما عندنا نطي نادي الشرطه يعني صار لي فتره انا ما متواجد ويا الفريق مثل ما يعرفون اخطات خطا الحمد لله وشكر قدرنا نعوض الصراحه الاجواء يعني ما ساعدتنا على اللعب يعني ارضيه الملعب مثل ما شفتوها انتم ما ساعدنا على اللعب احنا معروف يعني لاعبين ولاعبين القوى الجويه يعني دائما نلعب يعني نلعب باص قصير هاي ما قدرنا نلعب الحمد لله وشكر يعني مو عذر هذا الملعب بس على الطرفين الملعب قدرنا يعني قدرنا نعادل القوى الجويه وان شاء الله القادم افضل الوقت المناسب يا احمد يحيى خاصه يوم كان المساعد المنتخب الوطني كان متواجد الحمد لله والشكر يعني مثل ما تعرف يعني صار لي تقريبا شهرين قاعد ورحت عالجت الحمد لله والشكر رجعت وشفت الكادر وسلمت علي الحمد لله والشكر. بالنسبه احنا كلاعبين نادي الشرطه اكيد التعادل ما راضي عليه لان احنا نحب دائما على الصداره لكن قدر الله ما شاء الله على النقطه مثل ما تعرف انه ما طموحنا النقطة احنا طموحنا 3 نقاط حتى نبتعد بالصدارة علينا نتناسى هاي المباراة علينا المباراة الجاية كل الابطال كانوا داخل الملعب رغم الظروف الحمد لله قدمنا شيء مستوى يليق بينا ويليق باسم نادي الشرطة علينا نتناسى هاي المباراة علينا المباراة القادمة نقدم شيء يليق بينا حتى نحصل على كل من الجمهور اللي سواء الفريق رغم هاي الظروف اكيد هذا الجمهور هذا يعني رقم واحد عندنا احنا دائما هو اللي يساندنا وهو اللي يعطينا الحافز المعنوي اكيد فالله يحفظهم ان شاء الله ويوفقهم هذا يعني محافظ على اللقب ان شاء الله والله ان شاء الله اللي يسمونه